اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. دايما بقول لكم الاهلي في كل مكان مليان باولاده الكبار اللي دايما كانوا رموز ودايما كانوا سابقين. النهارده معانا واحد من المدافعين الشيك في الكره المصريه. واحد من اللي اسمهم مكتوبين بميه الذهب في تاريخ الكرة المصرية وتاريخ الأهلي. من بدايته من نشأته من صغر سنه هو ثابت شيك جدا في أدائه وفي طريقته وفي تعامله، ولعيب في الملعب واضح جدا. مدافع عصري ما كانش عنده حتة بقى إيه شوطة لقدام والكلام ده، بيبدأ من تحت ويلعب ويلعب كورة وعنده ثقة في نفسه وهو لسه بادئ كرة القدم. عشان كده كان محط أنظار أندية العالم بعد كأس العالم 90، لأنه كان ضمن الجيل الذهبي اللي لعب ووصل كأس العالم وأدوا مباريات طبعا عالية جدا جدا جدا، وأدوا أداء غيروا خريطة الكرة المصرية في هذا الوقت. مش طول عليكم كتير لأنكم كده عايزين تستمتعوا بكابتننا الكبير كابتن هاني رمزي. شرفنا. مساء الخير يا إيهاب، وميرسي على المقدمة الجميلة دي، ربنا يخليك. وحشني جدا. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا إيهاب. وكل سنة وأقباط مصر والمصريين كلهم بخير. كل سنة وإحنا كلنا طيبين وبخير دايما إن شاء الله. كابتن أشوف تقرير عن هاني رمزي المدافع ونرجع نتواصل. اتفضل. منذ اليوم الأول له داخل النادي الأهلي والجميع يتوقعون له مستقبلا كبير، فقد كان هاني رمزي مثالا وأنموذجا لنجم الكرة الشاب صاحب الطموحات الكبيرة. بدأ مشواره مع ساحرة المستديرة في شوارع حي عبدين بالقاهرة قبل أن يشاهده أحد الكشافين التابعين لنادي الترسانة، وقد كان بالفعل قريبا من الانضمام لقلعة الشواكيش، لكن والده رفض ذلك بشدة حيث كان يحلم بارتداء نجله الفانيلة الحمراء. اصطحبه والده وخاله إلى النادي الأهلي لينضم بالفعل لصفوف الناشئين حتى أصبح من أهم لاعب القطاع. انضم لمنتخب مصر للناشئين ثم لعب للفريق الأول بالأهلي وعمره 18 عام. خلال تلك السنوات كان خبراء الكرة يصفون رمزي بالمدافع العصري صاحب القوام المثالي والطول الجيد والمهارات الرائعة، فقلما وجد مدافع موهوب ومهاري كرمزي الذي لعب في هذا المركز فترات من عمره. قد كان رمزي مبدعا في التوقع السليم، بات مثالا لكل من يلعب في مركز الليبرو خلال حقبة التسعينيات، إلى جانب مهاراته في ضربات الرأس وغيرها. لم يكن يعرف هاني رمزي العنف والاحتكاك الشديد بالمنافسين، لأنه كان من مدرسة مختلفة تعتمد على المهارة والفكر الكروي المتطور، هو ما كان سببا في تجربة احترافية ناجحة بعد ذلك. ربما تفتقد الكرة المصرية حاليا لنجم موهوب مثل هاني رمزي الذي استطاع الحفاظ على مستواه الفني ومكانته الكروية لسنوات طويلة. تاريخ كبير الكابتن هاني رمزي، لكن رجعتني لزمان قوي طبعا يا كابتن حبيبي. لكن البدايه ليه اخترت تبقى مدافع؟ يعني اي حد بيلعب كوره يقول لك انا مهاجم، انا بجيب اجوان بتاع، ولا ليه حدوته؟ لا بصراحه بدايتي كانت زي اي، زي ما انت بتقول، اي طفل صغير. انا رحت اختبارات النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين، وكان كل جميع انت عارف الاطفال في السن دوت بيحبوا ان هم يجيبوا اجوان ويلعبوا طبعاً. قدام فالاختبارات الاولانيه اشتغلت فيها بشكل كويس، انت عارف بيكون تقسيمات صغيره ما بيبانش فيها البوزيشن، ما فيش مراكز بالظبط، لغايه ما الله يرحمه طبعا كابتن مصطفى حسين اختارني من ضمن الناشئين النادي الاهلي، وبدات اخش في قطاع الناشئين. في قطاع الناشئين برضو الناس تستغرب، بدات وينج يمين، يعني انا بدات كوينج يمين وراس حربه يعني. مع الوقت برضو الكابتن مصطفى حسين ما شافنيش قوي في الحته ديت، فبدات ارجع ورا شويه وقال لي هو الطول والقوام وكان يعني في سنه هدوء كمان في اللعب يعني.
فبدات بالظبط من سن 13 سنه العب في مركز الليبرو، ومن هنا بقى يعني مع تدرجت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وزي ما التقرير قال الحمد لله كان ليا مشاركات دوليه وانا صغير كمان، يعني منتخب تحت 16، منتخب تحت 18، كنت موجود مع الله يرحمه كابتن طه اسماعيل، مع كابتن احمد رفعت في منتخبات مصر. وطبعا تدرجت في النادي الاهلي من سن 11 سنه لغايه 18 سنه، ولغايه ما انضميت للفريق الاول وانا عندي 18 سنه. بسم الله ما شاء الله، طبعا فريق اول و18 سنه وكنت مسمع بشكل كبير جدا مع الناشئين، لكن برضو طلعت الفريق الاول ليها رهبه. ودايما اجيال الاهلي اسماء كبيره جدا جدا. بص كانت بالنسبه لي يمكن كان يوم جميل جدا افتكره لغايه دلوقتي، يوم ما طلعت اتمرنت اول تمرينه مع الفريق الاول، الاسماء كلها كبيره، كابتن محمود الخضيب كان موجود، كابتن مصطفى عبده، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن ثابت البطل، كابتن اكرامي، كابتن احمد شوبير، كابتن محمود صالح، وكابتن ربيع، يعني كلها اسماء الواحد يعني كان بيشوفها من سنه بقى يعني. انا كنت بتفرج عليهم في التلفزيون، وكنا دايما حتى بياخدونا كده، تفتكر كانوا بياخدوا البراعم الصغيره، كنا بنروح الاستاد ونتفرج على الماتش، ولو في كوره ضايعه ولا حاجه نجيب الكور. فتخيل من واحد بيجيب الكوره ويسلمها مثلا للكابتن ربيع ياسين، لان انا موجود معاه في التدريب، فده طبعا يعني اداني موتيفيشن واداني حماسه كبيره جدا جدا، واداني كمان اصرار ان انا اتواجد في طبعا النادي الاهلي. كلنا عيله اهلاويه كلنا، وكان فخر لينا كلنا، وانت حتى لسه صغير في سن 14 15 سنه وانت لابس فنانه النادي الاهلي ومروح بيتك. انا من عابدين، فالناس كلها كانت يعني فخوره ان حد من عابدين موجود في النادي الاهلي. فعايز اقول لك طبعا الاجواء الى حد ما اختلفت دلوقتي، وهنجي لها طبعا. الموضوع اختلف دلوقتي، لكن كانت طبعا الامور بالنسبه لي ما كانتش سهله، يعني الامور ما كانتش سهله. كنت بلعب في بوزيشن كان بيلعب فيها نجوم كبار جدا، وكان عليا ان انا اولا اثبت وجودي ان انا لعيب كويس، وان انا استحق ان انا اكون موجود في الفريق الاول في النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك ان يعني ربنا كان موفق جدا، وكان الحمد لله حظي كويس، ان حتى تواجدت مع مجموعه لاعبين ساعدوني ان انا اخش الفرقه بسرعه. يعني دايما بيبقى في مشكله ان اللعيب الصغير ازاي يخش في توقيت معين، وازاي يبدا في مباراه معينه، لكن ده بيجي من اللعيبه الكبار اللي حواليه، ازاي بيساعدوه، ازاي بيدخلوه الفرقه، مش في الكرة بس، كمان طبعاً على المستوى الهزار، حياه تانية. يعني الهزار وضحك، وطبعا بيكون في طبعا مسافات واحترام، لكن بتحس ان الموضوع لا، دول اخواتك الكبار. وانا كنت اصغر واحد في المجموعه، فدخلت بسرعه في صفوف النادي الاهلي وفي الفريق الاول، بدات طبعا تدريب، وبعدين طلعت معسكر، كان ساعتها يوغوسلافيا، طلعنا معسكر في يوغوسلافيا مع الكابتن انور سلامه، وكان اول مباراه رسميه للنادي الاهلي كانت مباراه نادي الاتحاد السكندري، اعتقد كان سني 18 سنه ساعتها، وكانت اول مباراه، وكنا كسبنا الحمد لله، واديت بشكل كويس. يعني قبل اول مباراه وانت بقى في الناشئين وطلع الفريق الاول، كان مين مثل الكابتن هاني رمزي في منطقه الدفاع؟ والله كان في لعيبه طبعا الواحد منبهر بيها، طبعا كابتن ماهر همام كنت بحب لعبه جدا، كابتن ماهر همام ايضا من هو بيلعب سيرد باك، وكابتن طبعا مصطفى يونس كان موجود في الليبرو، لكن يمكن خدت جزء من ده وجزء من ده. كابتن ماهر همام برضو رغم ان هو مساك، لكن عنده هدوء شويه، مش عنيف في لعبه. كابتن مصطفى يونس عينه كويسه وبياخد بوزيشن كويس. على المستوى الاكبر شويه او المستوى العالمي كان باريزي طبعا، الليبرو الميلان والمنتخب الايطالي، فدول اللي كانوا بالنسبه لي. وعلى مستوى حتى نادي الزمالك كان الكابتن ابراهيم يوسف، كنت بستمتع طبعاً جدا. الله يرحمه. الله يرحمه طبعاً. بستمتع جدا جدا بادائه وهدوءه داخل ال 18 بالظبط، يعني حتى الستايل مختلف. هو كابتن مصطفى يونس ستايل، كابتن ماهر همام، هو النادي الاهلي الحمد لله كان عنده مجموعه من المدافعين، انا مش عايز انسى حتى كابتن محمود صالح برضه، اتعلمت منه ازاي الانقضاض بقوه. فدول اللي كانوا قدامي وحاولت اشتغل على نفسي الحمد لله لغايه ما ربنا كرمني. يعني بعض اللعيبه يقول لك ابدا، وبالذات في السن الصغير، كابتن هاني رمزي كان ممكن يبدا في الترسانه لكن اتمسك انه يبدا في الاهلي. ده موضوع الترسانه ده موضوع يمكن مذاكرين. لا مذاكر كويس. كنت صغير جدا، وكنت في قطاع، كنت لسه في قطاع الناشئين، كان عندي 12 13 سنه، كان ثالث سنه ليا في قطاع الناشئين. وانت عارف الكلام بيبقى كتير، وحد جه
وقال لي اصل انت مالكش حظ انك تلعب في النادي الاهلي علشان انت مسيحي، فهم هيبقى صعب جدا، هتلاقي نفسك سنتين ثلاثه وتمشي. وفعلا يمكن في الوقت ده صدقت شويه وقعدت في البيت شويه، لكن جه لي الراجل ده تاني وكلم والدي قال له انا عندي فرصه كويسه قوي في نادي الترسانه. طبعا الترسانه من الانديه الكبيره العريقه، ان هيكون عنده فرصه اكبر. فانا قلت له لا، يعني لو ما فيش نصيب في النادي الاهلي، ووالدي طبعا صمم ان انا لو ما فيش الاهلي يبقى مش موجود. لكن بتثار الحته دي كتير حتى في قطاع الناشئين حتى الان. للاسف لكن عايز اقول الكلام ده ما كانش موجود. وجه الكابتن انور سلامه بنفسه وحكيت له الموضوع واحد اتنين ثلاثه، قال لي لا دي ناس طبعا بتتكلم في الخيال. وانا ما حسيتش بيها، عشان يعني انا ما حسيتش بيها، لكن انت كنت صغير في السن. وخلي بالك برضو ايهاب، الفتره اللي انا كنت لعبت فيها كوره كان الاهالي بتهتم اكتر بالدراسه والمدرسه. بالظبط، تعليم. ما كانش فيه ان هو في حاله الزخم دي. بالظبط. طبعا يعني دلوقتي كل اولياء الامور يتمنوا ان العيال، مش تسال الولد انت عايز تطلع، انت تسال اسره انت لعيب كوره. بالظبط، فالامور كانت مختلفه شويه. وبالتالي قلنا خلاص يعني خليني في دراستي، لكن عودتي للنادي الاهلي تاني وما فيش اي حاجه من ديت كانت موجوده لغايه ما كملت مشواري مع النادي الاهلي. يمكن على مستوى الفريق الاول ما لعبتش كتير، لعبت حوالي سنه ونص، يعني خدنا الحمد لله بطوله دوري وكاس، وانتقلت بعديها على طول للمنتخب مصر، ومنها لكاس العالم ومنها للاحتراف. هنمشي خطوه يعني. خطوه، واول طلوعك للفريق الاول وانت 18 سنه وشايف الاسماء الكبيره اللي موجوده دي في التوقيت ده، مين اكتر حد احتضن الكابتن هاني رمزي واهله وهداه نفسيا كده وقال له انت تستحق انك تكون؟ لا والله مجموعه كبيره، مش عايز اقول اسمي بعينه، لكن مجموعه كبيره جدا. يعني بدايه من الله يرحمه كابتن ثابت البطل، بالنسبه لي كان ايقونه وراجل يعني اخ كبير، وكان فعلا حتى على المستوى التدريبي يقول لي لا لما اكلمك يمين يبقى يمين، دايما ودنك معايا. كذلك كابتن احمد شوير، كابتن اكرامي، يعني الثلاثه اللي ورا اللي كنت بلعب حتى في التمرين قدامهم. انت عارف لما بتلعب قدام كابتن ثابت ولا كابتن اكرامي طبعا بتبقى الامور وانت صغير قلقان، فهم ادوك الثقه ديت. يعني انا خدت الثقه من اللي حواليا بصراحه، اللعيبه كلها كانوا بيعاملوني كاخ ليهم. وزي ما بقول لك كمان الحمد لله، الحمد لله الواحد حظه كويس وقع مع مجموعه زي دي، وكمان الواحد الحمد لله كان تالنت يعني موهبه، فهم لما كمان بيشوفوا الموهبه قدامهم بيحبوا ان يكون في موهبه طالعه لسه من ولاد النادي، فبيساعدوني بشكل كبير جدا. يعني مش عايز اقول اسم، لكن المجموعه كلها كانت شغاله، وكان دوت العادي في النادي الاهلي. يعني ده معتقد لغايه دلوقتي ده العادي، يعني لما ولد صغير بيطلع تلاقي اللعيبه الكبار كلها حواليه وبتساعده، لان ده مهم جدا. الحاله النفسيه للعيب خاصه الولد الناشئ الصغير مهم جدا ان اللعيبه تقف جنبه بشكل كبير. يعني الجهاز الفني في التوقيت، عناصر الجهاز الفني، كلامهم معاك، البدايه ترشحت ازاي من قطاع الناشئين؟ مين اللي كان معاك في قطاع الناشئين مدرب؟ كان الكابتن انور سلامه. يعني انا مريت على مدربين كتير يعني في قطاع الناشئين حتى وانا صغير، كابتن احمد عبد الباقي، كابتن هاني مصطفى، كابتن انور سلامه. يمكن هو اللي لان فتره 17 18 سنه واحنا كنا فرقه ليها اسم في النادي، يعني فرقه 18 سنه كان كلها مجموعه مميزه جدا كلنا. كان مين؟ كان عمرو انور وعادل عبد الرحمن ومحمد عبد الجليل وايمن بسيوني وياسر محمدين واحمد رزق لاعب نص الملعب، واحمد عبد العال لاعب بيلعب بشماله، وعاطف عبد الهادي، يعني مجموعه كلها. وبعدين كنا ماشيين بشكل كويس، يعني فرقه تصعدت نصها. بالظبط، احنا تصعدنا تقريبا 7 أو 8 على مراحل. يمكن اللي كمان سبقني يمكن في الصعود كان عمرو انور في مركز الراس الحربه، وانا طلعت بعديه. فكانت المجموعه مسمعه في قطاع الناشئين. كنا الحمد لله بنكسب، يعني افتكر مباراه كبيره جدا وعملناها قدام نادي الزمالك وكان فرقه كبيره، كسبنا 5-0 وخدنا الدوري بفارق يمكن 12 نقطه. فاكر جيل الزمالك كان مين؟ كان عفت نصار اعتقد، وكان في نبيل محمود، وكان في ولد مش فاكر في نص الملعب، وكان ولد كويس قوي برضو كمل شويه. لكن زي ما بقول لك هو في النادي الاهلي كان معروف ان فرقه 18 سنه دي فرقه مميزه في النادي، فالناس حتى في الماتشات كان دايما بيتابعونا والجماهير تيجي تتفرج علينا. فالكابتن انور سلامه، انا كنت بلعب في الفرقه دي وانا اصغر، يعني كان في مراحل سنيه كان تقريبا عادل احنا اكبر مني بسنه، يعني كانوا اكبر مني بسنه، لكن ساعتها كان فرق الشهور يعني. فكابتن انور سلامه كان ماسكنا وبعدين اتصعد للفريق الاول، و
اتصعدت عمرو انور اتصعد، وبعدين انا طلعت مع اول معسكر زي ما بقول لك كان معسكر في يوغوسلافيا معسكر اعداد، ورجعنا على الدوري. وكانت بدايه الدوري الحمد لله يمكن ربنا موفقني ان في اول مباراه كسبنا وكان شكلي كويس في الملعب، يعني الحمد لله ما كانش في رهبه ما كانش في خوف، الاستاد كان مليان على الاخر هدوء بقى الهدوء نفع. الحمد لله والثقه يعني الواحد الحمد لله اللي بيتمتع بيها في الملعب دي ادت كمان الجماهير. طبعا لعيب صغير لسه بيلعب في مركز خلي بالك غير لما تلعب في وسط الملعب او راس حربه طبعا الغلطه بفوره يعني زي ما بيقولوا بالظبط، لكن الحمد لله اديت مباراه كويسه ومن هنا بدات يعني اخد الثقه وبدات مشواري في الفريق الاول مع النادي الاهلي. من الفريق الاول النادي الاهلي لمنتخب مصر، ومنتخب مصر طبعا انتوا اتمرنتوا مع علامه وقيمه كبيره طبعا. طبعا يعني اولا منتخب مصر خلينا نتكلم بكل امانه ما كانش في دماغي خالص منتخب مصر، يعني ولد لسه صغير عنده 17 سنه بس سنة. تقف على رجليك في الفريق الاول في النادي بالظبط، يعني انا ما بحب يعني الواحد عنده طموح لكن التدرج في الوصول للهدف ده مهم جدا. فانا بصراحه كان كل اهتماماتي ان انا اثبت نفسي مع فريق النادي الاهلي ونحصل على بطولات وابقى موجود بشكل دايما بشكل اساسي. وفوجئت انا وكابتن اكرامي كمان انا فاكر لما جت الليسته وقال ان هاني رمزي موجود في قائمه المنتخب، فكابتن اكرامي راح ضربني كده قال لي هتروح تعمل ايه يا صغير انت يعني بكل هزار يعني كده، فقلت له ان شاء الله ربنا يسهل يا كابتن يعني. فكانت بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا، مفاجاه كبيره ان انا متواجد مع منتخب مصر اللي داخل تصفيات كبيره زي تصفيات كاس العالم مع نجوم كبار جدا من النادي الاهلي، يعني كابتن مجدي عبد الغني وكابتن ربيع ياسين وعلاء ميهوب وكابتن شوبير وكابتن ثابت، يعني كل المجموعه الكبيره المميزه كانت موجوده وانا الولد الصغير اللي طالع وسطهم. فانا بالنسبه لي كانت مفاجاه جميله جدا جدا. وبدا المدافعين بقى اللي كانوا جنبك مين؟ بص من يعني من اللي جنبي كان من الانديه الثانيه، كنت يعني كان موجود هشام يكن، موجود هشام عبد الرسول برضو كان من الناس القريبه مني وكلهم بصراحه. بس انا بقول لك كمان في الفتره ديت كنت اصغر واحد حتى في المنتخب، فاطلع الباص بتاع المنتخب خلي بالك برضو في اماكن اللعيبه النجوم معروفه، جيت اقعد على الكرسي قالوا لي لا الكرسي ده بتاع في مجموعه كابتن علاء ميوب واحمد رمزي واسماعيل يوسف ما عادش يقعد على الكرسي بتاعه فانقل الكرسي اللي قدام، لا الكرسي ده بتاع فلان لغايه ما لقيت قاعد على كرسي ما حدش قال لي الكرسي ده بتاع مين، قلت خلاص ده الكرسي بتاعي يعني. تمام. فكنت طبعا كراسي ادميه برضو طبعا طبعا في الكراسي خلاص حاجه على فكره محترمه موجوده خلي بالك حتى لما رحت بره في كل واحد بيتفائل انه بيقعد في الكرسي بتاعه يعني. تمام. ف يعني زي ما بقول لك حتى ما كان كنت لسه صغير ومجموعه كبيره فما كانش فيه يعني ما كنتش واخد على المجموعه بشكل كبير لغايه ما خدت وقت شويه، يعني اول معسكر في المنتخب تقريبا يعني كان بنتمرن ونتكلم لكن انا على الغداء اخلص غداي على الاوضه ما بقدرش انزل اقعد مع المجموعه الكبيره خلاص ولد صغير. فالحاجات دي كمان اتغيرت دلوقتي يعني المسافات قلت شويه وده اعتقد نوع سلبي مش ايجابي يعني. احنا افتكر برضو ايام ان احنا يعني انا ما كنتش اقدر اخد شاور غير لما اللعيبه الكبار تاخد الشاور بتاعها وتمشي يعني ما اقدرش اخش اخد الحمام بتاعي لا لازم اللعيبه الكبار الاول تخش تستحمى وتلبس وبعدين الولاد الصغيرين يخشوا يعني. فديت وبمحبه مش يعني طبعا عارف باصول باصول وانا قاعد اقلع جزمتي واستنى شويه لغايه ما الناس الكبار تخلص حمامها. بس هو برضه في ادب منك جنب لان برضو كان في لعيبه بعد كده صغيره انضمت حتى في التدريبات يعني الكابتن احمد حسام ميدو لما انضم وراح قال للكابتن حسام حسن حسام قال للعيبه باسمائها انا فاكر ساعتها كان يعني كانت الدنيا مختلفه شويه. لا طبعا هي بتختلف شويه لكن خلي بالك برضو ميدو عشان خرج بره في اوروبا شويه بدري يمكن كان عنده 18 سنه هناك بيندهوا الاسماء ببعض يعني بنندى اسماء المدربين بنفس الاسماء، هنا طبعا عمليه الاحترام تكون واجبه يعني وده واجب يعني انا ما ينفعش ان انا اخش اخد مثلا حمام والكابتن الخطيب لسه ما خدش او فدي. حتى اول ما بدات مرحله ان انا اتمرن مع الفريق الاول لا كنت الاول اغير في اوضه خلع الملابس بتاعه الناشئين تيجي جاهز وبعدين اروح الملعب جاهز ما اقدرش اخش الاوضه يعني لغايه ما هم اللعيبه قالوا لي على فكره الحاجات دي مهمه جدا. الحاجات دي مهمه جدا ليه؟ لان الحاجات دي اصل خلي بالك الاحترام ده شيء مهم طبعا
ولازم يكون في دايما العلاقه احترام ما بين الصغير والكبير، ولما الكبير هيلاقي الولد الصغير ده بيحترمه اكيد هو كمان هيحترمه والعكس. فالعمليه انا بقى الاجيال للاسف في بعض النماذج السيئه ما عندوش الديستن ده، ما عندوش المساحه دي، ما بيكملش يا كابتن ده. بالظبط يعني. هو الامور ما بتكملش معاه، لكن زي ما بقول لك هو ده الطريق الاولاني اللي بداته لغايه ما وصلت الحمد لله لمنتخب مصر. وكان طبعا الكابتن جوره الله يرحمه يعني كان ليه نظره ان رغم ان انا صغير في السن، لكن كان ليه نظره ان انا ممكن ابقى حاجه كويسه، والحمد لله يعني شرفت. اتكلم معاك ازاي يا كابتن؟ واداك ثقه ازاي؟ بص ان هو برضو يعني لا يعني هو استاذ طبعا في الحاله النفسيه بيعرف يتكلم. بص احنا اتعلمنا منه كتير يعني، ما يكون ولد طالع صغير بيقول لك العب لعبك، في حاجات معينه اقول لك عليها حافظ عليها بشكل كويس في الملعب، لكن ما بيحطكش تحت ضغوط يعني، ما بيدكش واجبات كتير قوي تبدا انت تفكر فيها وتغلط. العب لعبك، انت لعيب كويس، لازم يديك الثقه انت لعيب كويس، امكانياتك كويسه، ولو انت مش لعيب كويس مش هتكون موجود في منتخب مصر. المجموعه كلها اللي واقفه، كان بيقول لي المجموعه كلها اللي واقفه ديت مجموعه احسن لعيبه في مصر وانت منهم، فلازم يكون عندك ثقه في نفسك وما بلاش الرهبه يعني. وده مهم جدا، ده من الحاله النفسيه. الحاله الفنيه كان بيتكلم معايا في ديتيلز صغيره قوي، علمها لي حتى في البوزيشن بتاعي، زوايا وقفه الكلام. كابتن جواري كان دايما يقول لي اتكلم مع اللي حواليك بشكل كبير، انت تعتبر اخر واحد في الملعب فانت تعتبر قائد المجموعه من ورا يعني. لا على الحاله المعنويه اتكلم وخد راحتك وخد مهام البوزيشن بتاعك في الملعب بالظبط يعني ما تاخدش مهام سنك. لا انت خلاص انت بتلعب مع فريق اول وبتلعب منتخب مصر. حتى في الاول كنت دايما اقول مثلا لما اجي كابتن ربيع مثلا اقول له كابتن ربيع شمالك او يمينك، هو قال لي حتى كلمه كابتن دي ما تقولهاش خلاص انت جوه الملعب، قول له ربيع. لكن بره الملعب ماتش خلص يبقى في كابتن وفي يعني جوه الملعب خلاص انت واحد منهم. فالحته ديت طبعا ادتني الثقه في نفسي جدا، وزي ما بقول لك احنا كنا الحمد لله مجموعه كلنا كنا بنحب بعض قوي، المجموعه اللي طلعت ديت رغم ان انا كنت صغير لكن كنا حاسين ان احنا هنعمل حاجه كويسه يعني.